الواحد بصراحة يا جماعة حاسس ببهجة غير طبيعية. أنا موجودة دلوقتي وسط الشغل العربي، والحقيقة الشغل العربي من الحاجات اللي بتميز زينة رمضان والأجواء الرمضانية، فإحنا عايزين نعرف إيه الجديد السنة دي. صباح الخير. صباح الجمال. أخبار حضرتك إيه؟ كل سنة وأنت طيبين. أنت طيب وبألف خير. شايفة حاجات بصراحة قمة في الروعة وشغل يدوي، ده يدوي جميل. يدوي بعمله عندي في الورشة. بالنسبة إن شاء الله ننزل جديد السنة دي الترابيزات وشغل البوف دوت. بالنسبة للعادات العربي دي طبعا الأطبال أكتر بتبقى على الكافيهات، وطبعا البيوت بيحبوا الحاجات دي جدا طبعا في رمضان. أنا بجيبها صراحة، بقى لها زاوية حلوة كده، بيبقى لها مود جميل يعني، وبنعمل لها كده زاوية لوحدها في البيت ونحطها ركن كده معين بيتحط في البيت كده، بيبقى مد شكل حلو. بتعمل إيه بقى السنة دي الجديدة؟ هي الترابيزات دي وإيه كمان؟ كل حاجة حضرتك يعني، مثلا عندك الترابيزة دي حضرتك، وعندك البوف وكل الشغل العربي ده يعني الحمد لله كل دوت لسه يعتبر جديد السنة. انت بياخدوهم بقى منك ايه؟ طقم ترابيزة وبوف فرشت كده محمد السجادة. لا خدني كده اعمل لنا القعدة بقى كاملة يا محمد. يعني احنا بنحاول نوريكم يا جماعه المنظر كده هيبقى عامل عندنا ازاي في البيت في رمضان، حاجه يعني ايه جميله جدا. يبقى بيحطوا كده البوفات بقى مع السجاده مع الترابيزه، نقعد بالليل بقى نتسحر بقى. السحور بقى في رمضان واللمه الجميله طبعا في رمضان. لا لا ده احنا نقعد بقى. وقولي بقى الاسعار السنه دي عامله ايه؟ عاليه على الناس ولا الاسعار مناسبه؟ والله الحمد لله طبعا، عشان انا برضو بالنسبه لي احنا الحمد لله مصنعين، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا مثبت سعر. يعني انا ما زودتش اي حاجه من السنه اللي فاتت للسنه دي، يعتبر النسبه اللي زادت بسيطه جدا. يعني الترابيزه ديت النهارده عامله 135 جنيه. ببيع البوف ده ب 45 وده ب 60 جنيه. وعندي حاجات تانيه بتبدا برده من 45، يعني متهيألي كده الاسعار بتبقى متناسبه لمتناول الجميع. متناول الجميع. طيب الحاجات دي برده بتبقى شغاله في رمضان، ده اسمه كليم صح؟ لو انا مش ده طقم عربيه، وعندي بقى كليمه صوف تانيه طبعا دي برده بالنسبه في ناس بتفضل العادات العربي ديت والشغل العربي ده، وفي ناس بتفضل اللي هو السجاده الصوف. بيحطوه برضو في البيت. الستاير والحاجات دي برضو بياخدوها يزوقوا بيها الدنيا؟ طبعا المدخل دي طبعا اساسي في اي في رمضان او في البيت يعني عامه، بتبقى مدخل على في مدخل يعني اوضه او مكان، طبعا بجنبها حضرتك الساعه، وعندي حضرتك حاجه تانية مرايه جميله قوي، ده طقم كامل ومكمل بعضه يعني. الدب دي بتتعلق على الحيطه بالساعه، انتوا عاملينها جديده السنه دي، ما شفتهاش السنه اللي فاتت. لسه برضو جديده السنه دي، سعرها برضو مناسب، عامله 100 جنيه الساعه دي. طب وشغاله؟ طبعا شغاله. ربنا يوفقك يا استاذ خالد، شكرا شكرا على الاستضافه الحلوه دي. هي من غير شاي بس يعني. ربنا يخليك، انتوا اهل كرم، شكرا ليكوا وكل سنه وانت طيب، ربنا يوفقك. ربنا يخليك كل سنه وانت طيبين. واحنا بنحسب لك ومقطعنا ونرتب لك اهلا رمضان كرم، قولوا معانا اهلا رمضان كرم اهلا رمضان، قولوا معانا. خلونا بقى نكمل جولتنا وسط زينة رمضان، وشايفة الناس ما شاء الله هي واقفة عمالة تتفرج. صباح النور. عاملة ايه؟ شايفاكي واخدة جوزك والعيال ونازلين. احكي لي ايه الجديد اللي لفت نظرك السنة دي؟ والله كل الشغل السنة دي جميل جدا، حلو قوي يعني، والخيامية وحاجات جميلة السنة دي ما شاء الله. اللي هو بفانوس ده عجبني جدا بصراحة، ده الجديد السنة دي. بقول لك كل سنه بتنزلي تشتري برضو الزينه على الرغم بيبقى عندك السنه اللي قبليها؟ لازم نجدد. طبعا لازم كل سنه بنجدد ونجيب حاجه جديده. طبعا بيبقى ليها فرحه زينه رمضان لما بتعملوها في البيت مع الولاد. رمضان من غير زينه ملوش فرحه. رمضان يعني الفانوس، يعني الهلال، يعني القعده، يعني اللمه، هو ده رمضان. كل سنه بتنزلوا برضو تكملوا تشتروا زينه جديده؟ اكيد لازم كل سنه، لان كل سنه بتظهر حاجه جديده، فانوس جديد، شكل جديد، والاطفال طبعا ما ينفعش يدخلوا رمضان غير فانوس. بتخلوهم يساعدوكوا بقى ويزينوا معاكوا كده؟ هم اللي بيختاروا، هم بيختاروا كل حاجه وهم اللي بيزينوا. انت اللي اخترت، شكلك انت اشتريت الدنيا كلها. ايه اللي عجبك هنا النهارده؟ كل حاجه. كله؟ لا ما احنا مش هنشتري كله بقى كده، ماما وبابا هيدفعوا كتير. ايه اكتر حاجه عجبتك؟ مفيش. المفارش اللي عليها بوجي وطمطم طبعا وفدوده. صح عارفاكم. يلا كل سنه وانتم طيبين.
يلا هكسبكم تكملوا جولتكم، واروح انا بقى ايه اجيبك كده من وسط الزحمه. انا عايزه رمضان كريم يا جماعه، رمضان جانا، كل سنه وانتم طيبين. صباح الخير. صباح الفل يا باشا. احكي لي ايه الجديد السنه دي؟ كله جديد في الجديد، يعني عندك حاجه زي كده جديده السنه دي؟ المخده الصغيره دي جديده، دي عليها مفرزه دي كده جديده السنه دي. في بقى حاجات كتير احنا بدأنا نصممها، يعني احنا تفكيرنا عندنا تفكير حلو، بنعرف نخترع حاجات جديده عن كل سنه. احكي لي بقى الاسعار شكلها عامل ازاي؟ يعني المخده الصغيره دي يعني دي ب 10 جنيه المفرش بقى اللي فيه 25 جنيه، يعني الاسعار اللي هي مولعه جامد او غاليه جامد، لا في ايد المواطن برضك انه يقدر يستعمل 25. ايه اللي ب 25 بقى؟ اللي هي ماسكه الحاجه دي كده ب 25 جنيه. تعالي قولي لي الاسعار شكلها عامل ايه؟ انت بخش مع الحاج وانا واقف معاك هو برضه. انا اساليه الاسعار عامله ايه؟ بقول له الكلام بيقول لي ب 25، انا شفت قدام الخدوديه دي لوحديها ب 20 فاضيه. لا ما احنا هنفاصل. مليانه مش فاضيه. فاضيه لقيتها. ثانيه قماشتها اللي هي الناعمه دي. هي قماشه واحده. جميله قوي برضه. يعني الاسعار مناسبه؟ لا اسعار حلوه قوي قوي، اسعاره حلوه، انا باخد عنده كل سنه. بتفاصلوا ولا بتعملوا ايه؟ بفاصل معاه، بفاصل. بتسيبهم يفاصلوا معاه؟ طبعا لازم، الشعب المصري لازم يفاصل. وبتنزل عن السعر برضه؟ يعني انا شايف الزبون قدامي هيقعد يفاصل، لازم ازود له سعر عشان انزل له سعر في الاخر باللي انا عاوزه. شفت برضه لازم بريحه، ان انا بريحه برضك ان هو فاصل. شفتوا يا جماعه البياع المصري بيعترف انه بيغلي علينا علشان لما نفصل ينزل. هو الزبون بيحب كده، الزبون لو ما فاصلش بيبقاش مرتاح، فانا اعمل ايه؟ خلاص دي بكام؟ بكذا، طب في الاخر هتوصل للثمن اللي انا عاوزه ان انا اقضيه له بيه عشان انا رايح ان هو فاصل بس. شفتوا؟ خدتوا بالكم؟ شو عارفين؟ يعني نفاصل بقى يا جماعه بعد كده. بعشرين بدأت تفاصل اهي. هنوصل لكام بقى؟ هنوصل لكام يا ما انا هي هتوصل لعشرين، ياخدها بقى لو ما رفضتش ياخدها ب25. طب احكي لي بقى ده بكام بقى؟ جميل ده 90 جنيه بيغني وبينور. ده قبل الفصال ولا بعد الفصال؟ لا ده اخر الفصال، ده اخر الفصال. 90 اخر 90؟ 85 جنيه عشان خاطر الاستاذه. لا انا رايي تشيك. هو حلو قوي، ما انا هجيب بنتي بننزل كل سنه ناخد من هنا الف مفارش، وبناخد الخدديات وبناخد القماش كل سنه. لازم كل سنه وانت طيبه. طيبه حبيبتي طيبه. الخدديات اللي هي الاكبر من اللي انت وريتها لي دي بقى اسعارها ايه؟ اللي هي الستان بتعمل 25 جنيه، اللي هي محمد صلاح بقى ورمضان كريم ونورنا رمضان وسبنش بوب وام بي سي مصر كده، يعني الاستثمار بيبقى 25 جنيه. فين بقى محمد صلاح ده؟ كمان عملت محمد صلاح في الزينه السنه دي؟ دي مخده، كيس مخده، وفي منتخب بس قماشه المنتخب خلصت من عندي. كمان؟ دي كده العياشه. دي كده عياشه، في منها كده وفي منها كده. يعني في منها البلاستيك وفي منها السفنج، السفنج ب 15 والبلاستيك ب 15. حلو قوي، انا عايزاك برضو توريني الحاجات اللي ورا الحلوه قوي دي وتقول لي برضو اسعارها ايه كده وايه الجديد؟ الله. الحمص. بتعمل 120 جنيه في عربيه البتاع كده، وفي حاجه تصنيع، انا بقى تصنيع الشغل مصري، حاجه نظيفه ومتقفله فينش احسن من بتاع بره ب 130 جنيه. ده كل ده انتوا بتعملوه هنا؟ كل ده تصنيعنا احنا، يعني احنا ما بنجيبش حاجه من عند حد، كل ده احنا بنصنعه. جميله قوي الهلال والفانوس. كده في زينه زي كده برضه جديده، المتر بتاعها ب 10 جنيه. بيتباعوا بالمتر؟ بالمتر بتاعها ب 10 جنيه، زينه كده يعني. بياخدوها برضو في البيوت؟ متناوله كتير في الشارع وفي البيوت، في محلات، كافيهات، في مفارش بقى كتير او مفارش اشكالها كتير. الناس بقت بتقبل على الفوانيس الخياميه دي اكتر واللي عليها الرسومات اكتر حاجه بيبقى شغال عليها الخياميه، شغل الخياميه اللي هو القماش دوت. وريني بقى محمد صلاح اللي قلت لي عليه ده. بصوا بقى يا جماعه، يعني محمد صلاح طبعا من حبنا فيه، حتى زينه رمضان لازم يكون عليها مو صلاح، يعني يستاهل. هو ابن حلال ويستاهل، هو اللي مفرحنا طبعا اساسه، وان شاء الله يفرحنا اكتر في الايام اللي جايه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. الناس قد ايه فعلا فرحانه بمحمد صلاح، يعني السنه دي يا جماعه زينه رمضان وفوانيس رمضان عليها مو صلاح، صلاح الخير، تاجر السعاده وتاجر البهجه اللي كلنا بنحبه الحقيقه. فزينه حلوه، زينه حلوه، ما فيش كلام. حسونه وبكار، في اهلا رمضان، في اشكال تاني، في الليله الكبيره بتاعت سيد مكاوي، يا غزال يا غزال العشق حلال. شايفين الجمال؟
بتاعت رمضان بتاعت زمان برضك اللي هي بتدي اجزاء ولا الحاجات. في حاجات جديده احنا لسه عاملينها بقى كده، تتحط في الشقه ديكور برضك ثلاث ادوار، في الكبيره وفي الصغيره، في دي السعر برضك متناول، ومخترعين برضك حاجه جديده برضك، مخترعين ان فانوس يتطبق ويتلم. فانوس بيتطبق ويتلم؟ ده خياميه برضو. في منه كده، ادي الصغير وادي الكبير اهوت وادي الوسط، عاملين منه ثلاث مقاسات علشان ما ياخدش مساحه، عشان الناس اللي بتبقى مسافره بره الخارج، في ناس سعوديين ناس كوتين بيحتاجوا فانوس عايزين يشحنوه، فمش هينفع طبعا ان احنا نعمل حاجه زي كده، هياخد مساحه، فبنعمل لهم حاجه زي كده تتطبق وتتلم. برضك اختراعنا احنا تفكيرنا احنا